تقليد عشائري عرفناه وعشقنا لونه الحماسي والثوري والإحساس بالإباء والفخر حين نسمع الكلمات التي تكتب وينطق بها ما يعرف بالمهوالة الذي وجدنا ساحة الاعتصام في الديوانية قد اشتعلت مشاعر الشباب فيها وكبار السن بما ردده أصحاب ذلك اللون الخاص من القصيدة واللحن في أدائها. المهوال أحد العناصر المهمة في استثارة همم الأفراد العشيرة وفرض الحق ودفن الباطل بالنسبة للشاعر اللي يسولف حق معناها عزم للعشيرة، عنوان شد عزم العشيرة، يشد عزمها يصير لها معناتها معنوية، دفع معنوي. وانت هسه تشوف بالساحة من يهوس المهوال ها، يعني يصير حماس بالهوسة. ضروري شد الهمم والله ضروري. كما أكد بعضهم بأنهم وخلال فترة الاعتصام قد وظفوا رسائلهم في مقطوعاتهم نحو تغيير الواقع الذي عاشوا فيه الحرمان والتهميش وتوجيه المعتصمين بالثبات حتى نيل المطالب. الشباب المتظاهرين القياديين الثوريين اللي قادوا هالمظاهرات يداعون بحقوق الشعب. دوركم أنتم اليوم إحنا دورنا ندعم 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 المتظاهرين ونعوض ضد الفاسدين. الهوسة فزعة يفزع العشيرة. حيهم يوم الحيهم حيهم نقول حيهم مندهش جعان، يعني حماس حماس للعشيرة. ولم يبخلوا علينا من التقينا بهم بأن يهتفوا بما كتبوا مؤخرا وتكون حصريا لقناتنا التي انفردت بنقل قصص الجمال بين صفوف المعتصمين. انقل قطعنا الجوع يرد علينا الف بتجير، اليوم نجرهم كلهم ونعد بالحواف، اليوم نجرهم كلهم بالحواف. اللي غثة نغثة وحيل نادي والنقرس سمنا يضر يسعر بي هو احنا لمطاوية وسمها تعالج بي احنا لمطاوية وسمها انفاله والمقوار والله اليوم بينها واليوم الملعب باحت حيهم يا شبلين اليوم الملعب باحت الشهيد الطاك روحه وابنه يمسح جام هاوليوم نقل للفاسد حيهم هاي الثورة من العشرين اليوم نقل للفاسد يبدو أن الجميع سيبقى معتصما ومشاركا بما يملك من موهبة أو مساعدة كي يحفز ويشجع البقية على الاستمرار في ثباتهم الرافض لخارطة سياسية تكمل سابقاتها. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.